معيار ثابت. اي كوباية عندك نفس الكوباية هتعملي بيها كوباية موتزاريلا، جبنة موتزاريلا، يبقى كوباية دقيق جوز الهند. انا اعمل بدقيق جوز الهند، اللي حابب بدقيق اللوز مفيش مشاكل، بيطلع طعمه تحفة جدا ومفيش اختلاف. يبقى كوباية دقيق جوز الهند، كوباية جبنة موتزاريلا، وعملناها مع بعض على قناتي، اللي عايز يشوف الفيديو حطولك اللينك في صندوق الوصف. وبيضة، انا باخد بس بياض البيضة وبخلي الصفار بدهنه على الوش، معلقة قشطة، دي قشطة قشطة طبيعية اللي هي بنجيب لو الحليب او اللبن بنغليه، وباخد القشطة بسيبها تتصفى خالص وتنزل منها اي سائل اي لبن او حليب، وبستخدمها تحفة جدا. ومعلقة زيت زيتون ورشة ملح، وفي الاخر على الوش هنضيف حاجات كده هنشوفها مع بعض. هعمل ايه اول حاجة؟ هجيب بولة، طريقته سهلة جدا وسريعة. هجيب بولة وهفضي فيها الجبنة الموتزاريلا زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، وهدخلها الميكرويف. ما عنديش ميكرويف على اي حاجة، ممكن نار هادية اوطي النار خالص واعملها، ممكن احطها في الفرن، يعني ايه مفيش حاجة هتوقفنا زي ما بنقول. تمام، هتاخدها كده بس الجبنة الموتزاريلا، هدخلها الميكرويف حوالي دقيقة او اقل من دقيقة كمان، بتسيح ونبتدي نشتغل مع بعض. احنا شايفين ادي الجبنة الموتزاريلا ساحت خالص زي ما احنا شايفين كده. هبتدي اضيف عليها كوباية دقيق جوز الهند او اللوز المتوفر عندك، وهبتدي اقلبها بالراحة.